الرحمن الرحيم. معانا الطاسة ال 24 معاك العروض. عايزين نقول ان الطاسة ميتك برو 18/10، الطاسات تبرير مش تحرير بس، لكن فهم كمان. دي الطاسة بتاعتي انا. هنبدأ نفتح معانا. هنعمل النهاردة معانا فوق، عايزين نفكركم يا البطل بالحق بالطريقة دي علشان تحافظي على سلامة البطل وتحافظي على سوائل البطل. هنعمل سجق في الطاسة بدون دهون. عايزين نقول أكل تفر وير سريع صحي، فأدوات صحية للطهي. معانا أدي علبة الفريزة. علبة الفريزة دي معانا في العروض يا جماعة، العلبة الجديدة الطقم 4 علب، الـ4 علب ب 154 جنيه. عرض العدوى الجديدة النهاردة عرض تحفة، أول مرة ينزل عرض العدوى الجديدة بهذا الجمال. طقم فريزة 4 قطع، العلبة حجمها 450، بتاخد نص كيلو لحمة، 4 قطع ب 154 جنيه، نص التمن. طقم من ده العدوى الجديدة، اشتركي قبل نفاد مدة العرض. هنبتدي. المفروض ان احنا بنعمل اختبار للشوي، نشوف لو عملت سيبر يبقى كده جاهزة للشغل. هننزل السجق بتاعنا بالطريقة دي بدون أي دهون. هو أول ما بياخد الصدمة بينفصل لوحده، بصوا مفيش لازمة كده زي ما انتوا شايفين، مبيلزقش خالص. طاسات تبرير مش ممكن تلزق، اهو قدامكم وانا نقطة مية شايفين ازاي، هي دي طاسات تبرير مش ممكن يلزق فيها الاكل، لانها من مواد خام اولية. ميتر كروم 18/10، مادة صحية اللي بتستخدم الله اكبر في العمليات الجراحية تقويم السنان، عشان كده هي غالية لانها من مواد فعالة. بدأ يشوي اهو، مواد لا تتفاعل. بصوا بصوا الجمال ازاي اهي، ادي الصدور بتاعنا مش لازق ابدا زي ما انتوا شايفين. هنسيبه بقى يتشرب. بصوا بدا على طول ازاي يجيب الطاسه، هنسيبه يتشرب مع بعض منه فيه، وهنشوفه بعد الشوي شكله ايه. بنغطيه بالغطا بتاعنا. عايزين نقول ان الطاسه دي متوفر منها 28 سم، 28 سم يعني ايه؟ يعني القطر ده 28، 24 دي قطر 24. طاسات تابر وير طهي تحمير، كل حاجه بتستخدم لكل حاجه، متكامله الاستخدام، متعدده الاستخدام. اول ما نلاقي الدنيا بخرت كده بنوطي خالص ونسيبها تستوي مع نفسها. عايزه اوريكم وهي مستوي على النار، الميه اهي بتطلع ميه واضح في الصوره، هو بيستوي مع نفسه مفيش ولا نقطه ميه اضفناها للسجق. هيستوي من ميته الطبيعيه، ودي الصحه اللي فيه ان هو صحي، غير ان هي الاواني اواني صحيه غير متفاعله مع المحتوى اللي جوه. مفيش اي طاسه هتديكي الامكانيه انها تطلع ميتها كده وتستوي منها فيها بدون اي دهون بدون اي ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبص دلوقتي على السجق بتاعنا، عايزين نقول هو ما خدش يعني 5 دقايق 7 دقايق، هنشوف كده استوى ايه. ادي السجق، بصوا يا جماعه ازاي، بصوا عاملين ميه قد ايه، ولا نقطه ميه ولا نقطه دهون. دلوقتي احنا محتاجين الميه دي علشان هنعمل فيها مكرونه بنفس الصوص ده. هنعمل معانا مكرونه، هننشل بقى السجق بتاعنا ونطلعه. عايزين نقول ان اكل التبروير سهل، يعني ممكن وانت قاعده تعملي اكل بسرعه، مش هتحتاجي ابدا تجيبي اكل من بره. ادي السوق بتاعنا استوى،
عجبني. مكرونه من علبه التخزين ناشفه اهو زي ما انتوا شايفين، مفيش اي مجهود لاي حاجه ولا مكملها ولا حاجه. هنزود بس عليها ميه نغطيها، هنزود ملح وفلفل. دي الملاحه بتاعة تابر وير، الناحيه دي كده الرش، الناحيه دي بناخد نحط مقدار المعلقه بتاعتنا تدخل فيها، تحطي ملح كده، ادي الملح، ادي الفلفل. ملاحه تابر وير معانا النهارده، تاخديها ب 20% في العروض النهارده كده. لو هترشي كده ادي الفلفل بتاعنا. هنحط الصلصة بتاعتنا، نجيبها جاهزة، أكل سهل جدا سريع وانت واقفة في المطبخ كده بتخلصي حتى المطبخ بتاعتك. أكلة كلها على بعضها مش هتاخد 10 دقايق، ولا تجيبي من بره ولا أكل حاجة من بره، بالعكس حاجة في البيت صحية موفرة من أدوات البيت اللي عندك. تابر وير بتديكي المعلومة السهلة، الأكل الصحي السهل الخفيف المفيد. هنسيبها بقى تغلي بس كده، مش هنعمل حاجة تاني. نغطي ونعلي عقبال بس ما تغلي ونوطي تاني. عايزين بس نشرح حاجة بسيطة كده واحنا واقفين عقبال ما تغلي. عايزين نقول علب التخزين دي معانا في العروض، العلب دي بتتفتح كده، تحطي هنا رز، مكرونه، حبوب، دقيق، كل حاجه عندك هو اللي بيجي لها صوص تحطيها هنا، عازله تماما من السنه للسنه. عايزه اقول ان هي اكتر من السنه كمان تقعد محكمه تماما عازله، مش ممكن يجي اي حشره. ليها فتحتين، فتحه من هنا فتحة من هنا. النهارده ممكن تاخديها بخصم 20%، بتتقفل من هنا علشان تبقي متمكنه من ان هي ما فيهاش رطوبه. اقفل كده، سمعت التكه؟ وهنا اهو كده هي فيها فتحتين، دي صغيره علشان زي ما انا وريتكم كده لو بطبخ منها فبتبقى سهله تنزل بالمقدار اللي انت محدداه، ما ينزلش سريعا. هنا لو هتنزلي كميه كبيره تبقي مثلا من كونتينر لكونتينر. شفافه زي ما انتم شايفين، تعرفي فيها من هنا جزء مستوي عشان يبقى سهل تمسكيها، تبقى سهله. هنا خشن علشان لما تمسكيها كده ما تزفلطش من ايدك، لكن هنا ناعمه عشان تبقى واضح الحاجه اللي جوه. العلب دي متوفره معانا في العروض بس بغطا لون اسود، اللون الجديد. تاخديها النهارده بخصم قوي جدا مع العروض، وكذلك معانا الملاحات تاخديها بخصم قوي النهارده 20% في عروض الكتالوج المتاح من الكتالوج. عندنا كمان السباتشولا نازله معانا، السباتشولا نازله معانا باللون البينك الجديد في العروض، عليها خصم قوي جدا. الحقوا عروض النهارده، عروض 47 قبل نفاذ الكمية. دلوقتي احنا هنبص على الطاسة بتاعتنا، احنا مش محتاجين عشان غطا اساسا نرفع الغطا، هي بتغلي. هنغطي النار وهنسيبها تستوي. اعيد تاني اقول ان المكرونة من علبة التخزين مباشرة ما سلقناهاش، هتستوي مع نفسها في الطاسة تابر وير مقاس 24، ومتوفر اليوم معانا برضو مقاس 28. تكفي دي تكفي عيلة متوسطة، ال 28 بتكفي عيلة كبيرة. طهي، تحمير، تسوية، كل حاجة، طاسة بتلعب كل الألعاب. انتظرونا مع المكرونة، نشوف بعد 5 دقايق ايه النتيجة. هنبص على المكرونة بتاعتنا، ما خدتش أكتر من 5 دقايق. بصي مش لازقه ازاي، باينه في الصوره، مفلفله زي ما انتوا شايفين. 5 دقايق
اكل السجق بالمكرونه تحفه، مش محتاجه تخرجي بره ولا تعملي اكل بره ولا تجيبي اي اكل من بره. شكرا تابروير، شكرا ستات الدبر.